هل يصح في الإسلام أن يكشف طبيب عورة المريض؟ الأصل ستر العورات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أباكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، ولكن إن دعت الضرورة لشيء من ذلك فالله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.